اللحظة فإليكم ضيف المسائية ويناقش اليوم الشأن العراقي. في محاولة لاحتواء الاحتجاجات في الجنوب العراقي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حزمة إجراءات من بينها توظيف الشباب العاطل. أيمن الأحمد يناقش هذا الجانب مع المحلل السياسي أحمد الحيدري من بغداد. أهلا بكم في فقرة ضيف التحرير. متابعة لتحركات الجنوب العراقي ونتيجة تطورات الخطيرة التي اتخذتها الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتوظيف واستفادة مناطق الجنوب من ثرواتها النفطية، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العديد من القرارات محاولة لاحتواء الأزمة التي اتسعت رقعتها لتشمل مناطق أخرى عدا البصرة والنجف. من بين أبرز القرارات التي اتخذها العبادي إطلاق التعيينات لشباب المنطقة ودفع حصص بعض المحافظات من البترودولار. فهل تنجح هذه القرارات في احتواء هذه الأزمة؟ للحديث عن الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ أحمد الحيدري، الصحفي والمحلل السياسي العراقي من بغداد. أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أولا أستاذ أحمد، كيف ترون هذه القرارات، وهل حكومة العبادي على استعداد لتنفيذها؟ نعم، أرى أن هذه القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها حيدر العبادي هي قرارات فارغة ليست لها أي قيمة، لأن هذه القرارات مرتبطة بأمور مالية والموازنة العامة الاتحادية للبلاد، تم إقرارها في بداية العام الحالي، ومن أحد بنود الموازنة عدم إضافة أي تبعات مالية أو مواد أو فقرات إلى الموازنة فيها تبعات مالية. فبالتالي كل القرارات التي أصدرها العبادي ومجلس الوزراء فيها تبعات مالية، تعيين 10,000 شخص في البصرة فيها تبعات مالية، استيراد الكهرباء فيه تبعات مالية، إنشاء محطات فيها تبعات مالية. فبالتالي هذه القرارات هي تعتبر كمواد مخدرة للتظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت قبل أيام في الشارع العراقي من أجل تهدئتها. وأنا أعتقد أن هذه القرارات سوف لن تجد لها أي صدى إيجابي في الشارع، لأن الشارع العراقي اليوم بات يعرف جيدا أن هذه القرارات ليست لها قيمة، وإنها تريد أن تهدئ الشارع. بالمقابل ليس لدى الحكومة العراقية أي وسائل أخرى لتوفير الخدمات في العراق. إذن هذه القرارات أستاذ أحمد لم تنجح حتى نسبيا في الحد من حركة الاحتجاج؟ لا أعتقد أن يعني هذه القرارات تستطيع أن تخمد الاحتجاجات. يا أخي ليسمع العالم، في العراق ليس مظاهرات المطالبة بالرفاهية والسعادة، إنها مظاهرات خرجت للمطالبة بأدنى حقوق المواطن في أي دولة، وهي توفير الماء الصالح للشرب وتوفير الكهرباء. الحرارة هنا في الصيف عالية جدا، وليس هناك كهرباء، ليس هناك ماء، ليس هناك خدمات. فبالتالي هذه المظاهرات أنا أعتقد سوف لن تخمد المرجعية. وما كان خطابها اليوم كان خطابها مخجل جدا ومحبط للآمال، لأن المرجعية اليوم لم تتحدث ولم تواجه الحكومة العراقية بأي شيء، وإنما اكتفت بتعيد التظاهرات وحذرت من المندسين، الذي يعتقد اليوم الكل أن المندسين هم من أتباع السلطة ومنهم أتباع الأحزاب الذين يريدون حرف التظاهرات عن مسارها ليسمح للقوات الأمنية التي تخضع للسلطة بقمعها. إذن ما المتوقع في الأيام المقبلة أستاذ أحمد الحيدري، وهل حكومة العبادي على استعداد لتقديم تنازلات أكبر في حال اتساع رقعة المظاهرات؟ أنا أعتقد العراق يتجه اليوم إلى المجهول، يتجه إلى مستقبل غير معروف إطلاقا، لأن كل المحادثات الحكومية لم تتوصل إلى نتائج. سيدي الكريم، العراق منذ سنوات يستورد الكهرباء، ليست هناك محطات إنتاجية تلبي حاجة المواطن في العراق. في الوقت الذي تقطع فيه إيران وتركيا المياه عن العراق، وهناك أزمة جفاف في البلد، هناك شحة في مياه الشرب في البلد. أنا أعتقد أن بعض الحلول، ومنها الحلول الترقيعية، وهي إرسال وفد من وزراء الخارجية والتخطيط والنقل والموارد المائية والكهرباء إلى السعودية من أجل شراء الكهرباء والماء الصالح للشرب، أنا أعتقد أنها حلول ترقيعية وليست ذات جدوى للمواطن. المواطن اليوم ينتظر من الحكومة أن توفر الخدمات. منذ 15 سنة من جاءوا إلى السلطة والحكومات المتعاقبة لم يفكروا يوما بخدمة الشعب الذي انتخبهم وأوصلهم إلى السلطة. مع الأسف اليوم الوضع في العراق يتجه نحو المجهول. الأمم المتحدة أصدرت بيان وطالبت بحماية المتظاهرين، واليوم هناك قمع للمتظاهرين. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة في العراق بعثتها يوناني
أعتقد في الأيام المقبلة سوف تصدر بيان يكون ذا لهجة أشد من أجل أن تجعل الحكومة تلبي مطالب المتظاهرين والتي هي تطالب بأوسط الحقوق. أحمد الحيدري الصحفي والمحلل السياسي العراقي، كنت ضيفنا من بغداد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا.